الفتوى مرسوم ديني في دين الإسلام، يصدره علماء شريعة في الخاص والعام، حسب أدلة شرعية من القرآن والسنة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله صيامكم وجعل الجنة مأواكم بعد عمر طويل في الذكر والشكر وحسن العبادة والصحة والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وكافة أرحامنا وأقاربنا، اللهم ارحمهم رحمة طيبة مباركة. اللهم بلغهم مراتب الرضوان ودوائر الإحسان في جنانك العلية وفردوسك البهية بفضل أسمائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم. نحن اليوم في اليوم 19 من شهر رمضان المبارك، ونحن على وشك الانتهاء من العشر الوسطى التي هي عشرة مباركة، وهي أوسط رمضان، سبقت بعشر أوائل وتختم بعشر أواخر. وهذه العشريات تمثل رمضان كله الذي وصف في الحديث الصحيح بأنه شهر مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الشهر كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، كله فضل من الله سبحانه وتعالى العزيز الغفار. هذا الشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين. هو خمسة أحرف، الراء والميم والضاد والألف والنون. أما الراء من رمضان فرحمة، وأما الميم فمغفرة، وأما الضاد فضمان إلى الجنة، وأما الألف فأمان من النار، وأما النون فنور من الله العزيز الغفار. هنيئا لكم بهذا الشهر الفضيل، هنيئا لكم بصيامه وأعماله كافة، وهنيئا لكم بمغفرة من رب رحيم وجنة عرضها السماوات والأرض. موضوعنا هذا في فتاوى على المباشر كما وعدناكم يوم أمس هو في التبرعات والعمل الخيري، وهو مجال من مجالات الفعل الإنساني والمعروف بين البشر، هو حكم من أحكام الشريعة، هو مقصد من مقاصدها، هو مراد لله سبحانه وتعالى، مراده أن يفعل الناس الخير وأن يقدموا ما يكون منفعة عامة وثوابا جزيلا. العمل الخيري والتبرعات صفة الأنبياء والرسل، وهي منهج الصالحين ودأبهم على مر حياتهم، ينفقون آناء الليل وأطراف النهار. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الذين يفعلون الخير، أمرهم بذلك ثم يثني عليهم ثم يثيبهم الثواب الأعلى بكرمه وفضله سبحانه. قال سبحانه وتعالى: وافعلوا الخير. وقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الفعل الخيري وبيّن أحكام التبرعات، أسندها إلى نصوصها وعملها مع صحابته وفي مجتمعه، وأوصى الناس جميعا بفعل الخير وإدامة المعروف وتكثير البر، انطلاقا من القرآن الكريم الذي يرغب في فعل الخير كما ذكرنا قبل قليل. وافعلوا الخير خطاب آمر فيه جماعة، فيه الأمة، فيه كل الناس يفعلون الخير، فعل أمر يقتضي الوجوب، وكذلك فعل موجه إلى البشرية كلها وإلى المسلمين وإلى الأغنياء والمنفقين. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بفعل الخير وتكثيره وتوسيعه وإدامته وعدم الندم عليه، لأن فعل الخير يؤدي إلى الخير، يؤدي إلى خير الإنسان المعطي المتبرع في دنياه، صحة وعافية وزيادة خير وبركة ومنافع كثيرة تعود عليه وعلى أسرته وذويه ووطنه. ثم هذا الذي يعطي ويتبرع بما كتب له
إنما يفعل ذلك خيرا له في الآخرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور ومعروف جاء فيه: إذا مات ابن آدم انقاطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. التبرعات في الإسلام إنما هي العطايا من غير عوض، التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهي عطايا يبذلها المتبرعون على سبيل مرضاة الله تعالى، وعدم انتظار للجزاء من المتبرع لهم، لأن هؤلاء لا يمكنهم أن يقدموا شيئا للمتبرعين مثل ما يقدمه سبحانه وتعالى من الثواب الجزيل والأجر الأوفى والأعلى. لذلك اعتبر العلماء أن التبرعات هي مجموع العطايا من غير عوض، من غير عوض في الدنيا، من غير انتظار لحظ عاجل في الدنيا، وإنما من أجل أوفر الحظوظ في الآخرة. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى بأنه سيدخر أجرا عظيما وسعادة أبدية وإرضاء كاملا منه سبحانه، يدخر ذلك كله للمتبرعين في الدنيا الذين ينفقون أموالهم، وبعض أموالهم ينفقون آناء الليل وأطراف النهار سرا وعلانية، ينفقون المال وينفقون العلم وينفقون الخدمة والخبرة، ينفقون الإصلاح بين الناس والسعي في الأرض والمشي فيها، ينفقون كل ما هو موضع رزق كان موضع امتنان وبركة من الله عز وجل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى يعوض المنفق، يعوضه خيرا مما أنفق، فقد قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. التبرعات عقود من جملة عقود استقرت في الشريعة الإسلامية، وهذه العقود هي ثلاثة أنواع: عقود معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود أنكحة. أما عقود المعاوضات فهي العقود التي تبنى على أساس العوضين، على أساس العوض ومثيله مما يأخذه كل من البائع والمشتري. هذه العقود التي سميت بعقود المعاوضات تبنى كما ذكر ذلك العلماء، تبنى على المشاحة، تبنى على المزايدة، تبنى على المناقصة، تبنى على ما فيه المشاحة والشح. فكل واحد من المتعاقدين يرغب خيرا أكثر ونفعا أدوم بالنسبة إليه. البائع يريد أن يكسب مالا أكثر، والمشتري يريد أن يوفر مالا أكثر، وهذان المتبايعان أو المتعاقدان يقيمان هذه العلاقة التعاقدية التي سميت بالعلاقة التعاقدية التي فيها العوض أو الأعواض، التي فيها الثمن والمثمن، التي فيها الثمن والمثمون. هذه العقود المعاوضات بنيت على المشاحة كالبيع والإيجار وغير ذلك مما فيه العوض ومثيله. أما النوع الثاني من العقود فهو عقود التبرعات، وهي العطايا من غير عوض، التي تبنى على الإحسان والمواساة والرفق، التي تبنى على الخير المتبادل وعلى الرضائية بين المتعاملين من غير مزايدة أو مشاحة أو ابتزاز أو ما شابه ذلك. فالذي يعطي مالا يتبرع به إنما يفعل إحسانا الذي أوصى به ربنا سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما النوع الثالث من العقود فهو عقود الأنكحة، عقود الزواج، وهذا النوع نوع مخصوص، ليس بعقود معاوضات تبنى على المشاحة، وليس بعقود تبرعات تبنى على المسامحة والإحسان والحسنى، وإنما عقود من نوع خاص تبنى على المكارمة
وعلى التكريم وعلى الإكرام، تبنى على القيم الإنسانية، على المودة والرحمة وعلى المعاشرة بالمعروف. فالعلاقة بين الزوجين ليست علاقة مادية فيها العوض ونظيره، وليست علاقة تصدق وعلاقة يعني إحسان من جهة التبرعات التي ليس فيها عوض، ولكنها أيضا قد توحي إلى أنه فيه تفضل من الزوج أو من الزوجة على الآخر. ولذلك سميت عقود الزواج وعقود النكاح بعقود المكارمة، أو وصفت بهذا الوصف لتشير إلى طبيعة خاصة في العلاقة الزوجية. هذه الطبيعة الخاصة هي طبيعة المعاشرة بالمعروف وطبيعة الحقوق والواجبات في طور الاتفاق والمحبة والمودة والتعاون على شأن الأسرة. إذن لدينا في فقهنا الإسلامي بالنصوص والاستقراء لدينا عقود ثلاثة، وحديثنا اليوم في هذه الحصة إنما يتعلق بالتبرعات التي كما ذكرنا في بداية المقدمة إنما هي العطاء من غير عوض، وإنما على سبيل مرضات الله عز وجل وعلى سبيل الامتثال لأحكام التبرعات والصدقات والهبات والوصايا والأوقاف أو الأحباس وما إلى ذلك من العقود التي فيها ترغيب من الشارع الحكيم من أجل إعمالها أولا، ومن أجل تكثيرها وتوسيع وسائلها وأساليبها وأن تصدر بطيب خاطر. وحكم هذه التبرعات في الإسلام الجواز بمعنى الإذن في الفعل، والأصل في هذه التبرعات أنها مندوبة ومستحبة مرغب فيها، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأنها ليست عطايا واجبة على غرار الزكاة المفروضة التي هي واجب وجوبا شرعيا على كل مسلم غني ذكرا أو أنثى. هذه التبرعات الأصل فيها الإذن في الجواز أو بالجواز، الأصل فيها الإذن في الفعل أي الجواز في الفعل أو الجواز ابتداء والإذن في الفعل تفصيلا لهذا الجواز. وهذا الإذن يتأسس على الندب والاستحباب والسنية، ويتأسس كذلك على الأخلاق والقيم. فهذه العطايا والتبرعات إنما تصدر بطيب خاطر لتعلن أن المتبرع إنسان بفطرة سليمة وبرحمة دائمة وبإرادة خيرية مستمرة. ولذلك قال العلماء بأن هذه التبرعات مندوبة من جهة الأصل، وبعضهم قال مندوبة من جهة الجزء ولكنها واجبة من جهة الكل. هذا عبر عنه العلماء كالإمام الشاطبي وغيره تعبيرا فيه ملاحظة التفريق بين التبرعات باعتبارها عطايا يعطيها الأفراد وفي بعض المجالات، ومن جهة أخرى باعتبار هذه العطايا تتعلق بالأمة وتتعلق بالدولة وتتعلق بالمصالح العامة بالمصالح المهمة. فأساس التفريق بين التبرعات من جهة الأمة وبين التبرعات من جهة الأفراد، أساس هذا التفريق جعل هذا الحكم لهذه التبرعات يتراوح بين المندوب بالجزء وبين الواجب بالكل. معنى ذلك أن التبرعات العامة باعتبارها مصالح عامة تتعلق بالأمة وبمصالحها المهمة، فهذه التبرعات من جهة تعلقها بالأمة هي واجبة وجوبا عاما، واجبة وجوبا كليا، فلا يمكن للأمة أن تعطل التبرعات، لا يمكن للأمة أن تعطل الأوقاف، أن تعطل الصدقات والهبات. فسمة الأمة أنها أمة تنفق وأمة تقيم هذه المصالح العامة من جهة الأوقاف ومن جهة الصدقات والهبات ومن جهة اعتقادها في العمل التطوعي وفي التبرعات الدائمة. وإن لم يكن ذلك التبرع واجبا على أفراد معينين أو على هيئات مخصوصة، هذا كلام دقيق للعلماء، معناه أن الأمة مطالبة بفرائض عامة كفريضة الأوقاف وفريضة الزكاة وفريضة الصيام وفريضة الأذان وفريضة الأضحية. الأضحية مثال آخر حتى نفهم به الفرق بين المندوب بالجزء والواجب بالكل. الأضحية في تعلقها ببعض الأفراد المسلمين
هي سنة مؤكدة أو واجب على رأي من يقول بالوجوب. فبوسع بعض الأفراد من المسلمين أن لا يضحوا في عام من الأعوام، ولكن الأمة كلها والدولة جميعها لا يمكنها أن تعطل الأضحية بالكلية، بمعنى أنه يقع عام في دولة أو في أمة ومن دون أن تقام شعيرة الأضحية. فإقامة شعيرة الأضحية في الأمة في أغلب دولها في أغلب المسلمين وفي أكثر المسلمين، هذه الأضحية واجبة من جهة الكل، من جهة الجماعة، من جهة الدولة. أما أن يتخلف بعض المسلمين عن الأضحية لأسباب أو أعذار أو مشابه، فهذا لا يقدح في أصل وجوب هذه الفريضة أو هذه السنة الكلية على الأمة وعلى الدولة. نعود إلى التبرعات. فالتبرعات إذن من جهة العموم والكلية الأمة معنية بأن تحيي هذه التبرعات وأن تقيمها بأنواعها كما ذكرنا، الأوقاف والهبات والعطايا والوصايا. أما إذا تخلف التبرع عند بعض المسلمين أو في زمن من الأزمان لدى بعض الأفراد أو الهيئات المعينة، فهذا لا يقدح في أصل وجوب هذه التبرعات من الجهة الكلية العامة. هذه التبرعات والتي هي أيضا عمل خيري ذكر العلماء مقاصد كثيرة وتفاوتوا في بيان ذلك. هذه المقاصد هي غايات حكم التبرعات، وهي النفع العام والثواب الجزيل، وهي قضاء حوائج الناس، وهي كذلك دفع الحاجات والأضرار وقضاء الشؤون وتفريج الكرب وإدخال السرور في النفوس، فضلا عن إحداث التنمية والإسهام فيها من خلال رواج أموال التبرعات وتكثير مشروعاتها الإغاثية والخيرية والإنسانية. هذه التبرعات إذن تهدف إلى الرفق بالناس، إلى تطهير مال الغني، إلى تعزيز أواصر المجتمع، تهدف إلى معاونة الدولة والمجتمع في الأعباء المالية. وهناك في عصرنا الحديث ما يعرف بالقطاع الثالث في الجانب المالي والاقتصادي، وهو قطاع يقف بين قطاعين، بين قطاع الدولة القطاع العام أو المال العام، وبين القطاع الخاص أو المال الخاص. فالقطاع الثالث هو وسط بين هذين القطاعين، وهو يمثل تطورا مهما جدا في عصرنا الحديث من جهة هذا القطاع الثالث وأثره في التنمية والاستثمار، وكذلك في علاقته بالدولة من جهة تخفيف أعبائها، مع أن الدولة مسؤولة بالأساس على أعبائها وعلى إدارة الشأن العام وتوفير الخدمات ومواجهة البطالة وتحقيق الخير للشعب والمواطنين. وهذا القطاع الثالث أيضا يتناسب أو يكمل القطاع الخاص الذي هو يؤمر بالزكاة مثلا ويؤمر بالأوقاف وما إلى ذلك. فاعتناؤنا بالتبرعات والعمل الخيري يأتي في هذا السياق، في سياق القطاع الثالث الذي يتناغم مع الدولة ويتناغم مع القطاع الخاص برؤية معرفية شرعية فلسفية وبطرق إجرائية ونظم وأدوات عمل ومقاربات تساق في سياقها وبحسب مآلاتها. إذن هذه المقاصد إنما هي مقاصد جليلة، وأبرز مقصد هو التعبد لله عز وجل بإقامة هذه التبرعات وإحياء الوعي بها في الأمة وفي الأفراد. فيه اتصال؟ انقطع الاتصال، نواصل. إذن ذكر شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور أربعة مقاصد لحكم التبرعات. قال: المقصد الأول التكثير منها والترغيب فيها، والمقصد الثاني صدورها عن طيب نفس حتى لا يتأذى المتبرع، واستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء. نعم، في انتظار الهاتف. المقصد، رجع التليفون، تفضل ونكمل بعد ذلك المقاصد لهذه التبرعات. تفضل، من معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ نور الدين، محمد الهاشمي الزاردي. أهلا بالشيخ محمد الهاشمي، حياك الله يا شيخ. كيف حالك؟ الحمد ربي لله، ربي يفضلك وربي ينورك، وإن شاء الله ربي يثمر جهودك، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكتبها في ميزان حسناتك للجميع. أمين يا سيدي. أريد أن تدخل في هذا الموضوع.
الكلام الذي سقته كله كلام جميل نافع، أرجو من الله عز وجل أن يصل إلى قلوب الناس. أمين. وأن يستوعبوه وأن يعملوا به، ولك على ذلك أجر للجميع إن شاء الله. يبقى أن التبرع هو نوع من الأنواع التي تنتقل بها الأموال من شخص إلى شخص، من مجتمع إلى مجتمع، من أفراد إلى أفراد، في ذلك كذلك مثل الهبة والوصية وغير ذلك. ولا يخفى على كل باحث وعلى كل من أراد أن يستجلي نوافع هذا التبرع، هو أنها تعود بالفائدة أولا وقبل كل شيء على المجتمع ككل، لأن في التبرع يمكن للمجتمع أن يستفيد من ذلك، ويمكن أن نبعد عنه كثيرا من الأمور التي ربما تكون دافعة إلى فساده أو إلى عدم استقراره وإبعاد ذلك الحسد والحقد من قلوب الناس، لأن في التبرع هو سد لحاجات العباد وفرع للرحمة والتكافل والشعور بأن الجميع لهم الحق في الكرامة، لأن التبرع إنما هو يعطي نوعا من الكرامة للفقير حتى لا يشعر بالحاجة وحتى يستطيع أن يسد حاجاته، وبالتالي تتوثق روابط الأخوة المجتمعية والتعاون والنصرة وتضيق الفوارق بين الناس وتتحقق الكرامة داخل المجتمع وخارجه. نعم. من ذلك أن التبرع هو شأنه كشأن الزكاة والوقف، والزكاة والوقف وإن أردت أن ألمح إلي ولو بجملة واحدة، فإن الزكاة والوقف هما أمران يصب إليهم الشعب التونسي بأكمله والمجتمع التونسي، لأنهما كان موجودين فيه وانقطع بسبب من الأسباب لا فائدة في ذكرها، وليس الوقت الآن متاح لك حتى نحللها ونحكي عنها. ولكن التبرع والزكاة والوقف والهبة والوصية كلها عوامل تدفع التنمية وتسد الحاجات وتحقق المطالب الاجتماعية وكذلك النمو في جميع مجالات الحياة. نعم. وأنا هنا أريد قبل أن أختم هذه المداخلة أن أقول وأن أنادي لكل صاحب مبادرة يمكن أن نستفيد من مبادرته، وأقصد بذلك حتى رئاسة الجمهورية والدولة والمجتمع المدني مجلس النواب وكل هؤلاء معنيون بهذا الأمر، لأن إذا ما وصلت التبرعات إلى أصحابها ومستحقيها، وحتى إذا ما وجدت الزكاة ووقع بعض صندوق للزكاة، وحتى إذا ما أحيت الأوقاف، فإنما ذلك عنوانه عنوان وحيد هي الكرامة. نحن نعلم اليوم وفي كل البرامج التي نطلع عليها من خلال تلفزاتنا أن دولتنا ومجتمعنا في ضيقة، وأنه لسد تلك الضيقة فإنما هو يلجأ إلى الربا والاقتراض من الخارج بشروط مشحفة تكاد تزيده ذلة على ذلة مع احتياجه وعدم القدرة على أن يوفي حاجاته. لذلك كان لزاما علينا أن ندعو جميعا كلنا دولة ومجتمعا مدنيا ومجلس النواب ورئيس الجمهورية وكل هؤلاء والجمعيات الخيرية وغيرها إلى إحداث هذا النظام الذي كان موجودا، فهو على المستوى الإنساني والمجتمعي وعلى المستوى الدولي يحقق الكرامة، وهي نتاج الكرامة تكون نتاج الحرية. فمثل ما نقوم نحن بالمناداة من أجل الحرية، فحريتنا هي أن نتبع المقولة التي صدرت منذ 60 أو 70 عاما وكانت تعلق وحتى الكثير من الدول العربية، إن شعبا يأكل من وراء البحر ليس شعبا مستقلا، ونحن نريد أن نستقل بكرامتنا وحريتنا وبمجتمعنا فلا نحتاج إلى غيرنا، وعندنا نظام إسلامي يكفل لنا هذا. فإني أدعو من خلال هذه المداخلة إلى أن يفكر الناس والشعب التونسي والدولة وكلهم كل فيما يخصه على أن نعيد هذا النظام وأن نحيي التبرعات ونحيي الزكاة ونحيي الأوقاف لعلنا أن نخرج مما نحن فيه. شكرا. وأشكركم على السماح لي بهذه المداخلة، ورب إن شاء الله يعاونكم ورب إن شاء الله يبارك فيكم. شكرا لك فضيلة الشيخ الهاشمي على هذه المداخلة القيمة والتي ختمتها بدعوة الجميع إلى إحياء العمل الخيري
في مجال الوقف والصدقات والتبرعات وما إلى ذلك. وهذه الدعوة حقيقة هي دعوة صادقة على ما نعلمه فيك يا فضيلة الشيخ من عمل خيري في المجتمع، ودعوة إلى الله بالحسنى، وترغيب وتحريض على الصدقات وعلى التواصل بين الناس. هذه الدعوة التي ذكرها الشيخ حقيقة هي دعوات كثيرة أيضا، يعني في موضوع الأوقاف، والأوقاف عطلت كما تعلمون في تونس بعيدة الاستقلال، وهي معطلة إلى الآن على المستوى النظامي، ولكن على المستوى الشعبي والممارسات الفردية هناك صيغ للوقف، وهناك صور للأحباس وفق بعض القراءات الفقهية مثل وقف الوقت ووقف الجهد. هذه أوقاف يمكن أن تطبق ولو لم يكن هناك نظام رسمي للأوقاف. وسبق أن قدم مشروع للأوقاف سنة 2012 في وزارة الشؤون الدينية ضمن مقاربة وطنية على مستوى الوزارات المعنية والمستشارين القانونيين والشرعيين والإداريين، وعلى مستوى مشروع إحداث منشأة عمومية أو مؤسسة عمومية للأوقاف بمرجعية القانون وتحت إشراف الدولة وبمبدأ المحاسبة والحوكمة، ومن أجل التنمية والاستثمار، ومن أجل أن تعين الدولة في أعبائها المالية، خاصة في المراحل الانتقالية التي فيها زيادة المطالب في التشغيل والتنمية وما إلى ذلك. ولكن هذا المشروع الذي هو مشروع وطني، مشروع دولة، مشروع مؤسسة دولة، يعني وزارة بالعلاقة بالوزارات الأخرى، هذا المشروع إلى حد الآن معطل، ولا أدري لماذا هو معطل. ونحن إيجابيون دائما ندعو من هذا المنبر إلى إعادة الاعتبار إلى هذا المشروع الوطني الذي سيكون للدولة كلها، ليس لحزب أو لشخص أو لجهة معينة، بل هو مشروع استثماري تنموي لكل الشعب ولكل الدولة. فيه اتصال ونكمل بعد ذلك. تفضل المتصل التيجاني من تونس. تفضل السيد التيجاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخنا، كيف الحال؟ لاباس. مرحبا بك. والله حبيت نعلق على دور الوقف. تفضل. كما قبل الشيخ الهاشمي علق قليل على دور التبرعات والوقف والهبة كله في التنمية. نعم. الاقتصادية والاجتماعية، محاربة الفقر والقضاء على البطالة. نعم. معناها ممكن الدولة تستفيد من الأوقاف، الدولة التونسية تستفيد من الأوقاف في مشاريع تنموية واقتصادية تعود عليها بالخير الكثير. نعم. وبالطبع تنظيم الوقف، تنظيم بالناحية القانونية بما يراعي متطلبات الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي، لا شك أن الالتزام به والدور استثماري للوقف أنه يعود على الدولة بالكثير من الأعمال الصالحة، ويعود على المجتمع، سواء كان الأموال موقوفة على استثمار، سواء كان استثمار مباشر. نعم. مثلا التي تقدم خدمات مباشرة الموقوفة عليهم، سواء كان مسجد أو مدرسة أو مستشفى، والله الأموال الموقوفة للاستثمارات دي غير مجال الزراعة والصناعة والتجارة، ويمكن للدولة أن تستفيد من هذه العوائد أن تصرفها على أغراض الفقر. السيد تيجاني، ممكن أسألك سؤالا للتفاعل؟ نعم. إذا غاب نظام الوقف في بلد ما، هل له بدائل بالنسبة إلى المواطنين الذين يرغبون في إحياء سنة الوقف بطريقة فردية أو بمجال معين؟ هل يمكن هذا من الناحية الفقهية والعملية أم لا؟ نعم، ممكن على سبيل مثلا التكافل الاجتماعي، سواء كان عن تنظيم جمعيات أو تنظيم شيء، ممكن إذا كان الدولة رائدة في هذا المجال. نعم. عن طريق التكافل بين المواطنين فيما بينهم، يدوا هذه السنة إحياءها بأي طرق يتم الاتفاق عليها، سواء كانت عن صناديق إدخارية أو عن طريق صناديق اجتماعية، معناها ممكن أي أشخاص يتفقوا فيما بينهم على إنشاء على صندوق دعم الخيري والتكافل. إذا الوقف لا يتعطل في الأمة، وإن تعطل نظاما فلا يتعطل فرديا وفي بعض المجالات. نعم، وهو كذلك، إن تعطل سواء كان على الناحية النظام لا يتعطل على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع.
نعم. يجب أن يتم إحياؤه على المجتمع في جميع المجالات. عندما ترى، لا شك أن عندما ترى الدولة نموذج الوقف ودوره في المجتمع من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا شك أنها ستقوم هي بالمبادرة من نفسها وتقوم بتنظيمه. نعم. عندما ترى الفوائد سواء كانت في مجال التعليم ولا في مجال رعاية الصحة أو في أي منشآت يتم إنشاؤها عن طريق المال الذي يتم الذي هو نتيجة ضياع الوقت، لا شك أن الدولة ستقوم بتنظيمه، وبالتالي لا يتوقف، لأنه لا يمكن توقف الوقت نهائيا. بارك الله فيك. شكرا على هذا الاتصال سيد التيجاني من تونس. وأشار المتدخل التيجاني إلى إشارة مهمة، هو أن الوقف لا يتعطل في الأمة، وإن تعطل على مستوى النظام والمؤسسة الوطنية إلا أنه لا يتعطل من الناحية العملية بالنسبة إلى بعض الأفراد، بالنسبة إلى بعض الأزمنة، إلى بعض المجالات. ونحن نأمل أن يكون الوقف في إطار نظام، في إطار مؤسسة، لأولا للانتظام داخل الدولة ولحوكمة الوقف وضمان جدواه وجودته وكذلك تحقيق خيره. لأن الوقف إذا كان أطلق أمره هكذا من غير أن ينتظم في الدولة وفي الرؤية العلمية وفي المؤسسة المحاسبية وبالرصد والإحصاء وببحث السبل التي تحقق أهدافه أكثر، إذا لم ينتظم الوقف بهذا الشكل فلا شك أن فوائده ستكون ضعيفة أو أقل من المطلوب على مستوى النظام. ومثال آخر، موضوع الزكاة. الزكاة الآن في تونس غير منظمة، ليست هناك مؤسسة عمومية في الدولة أو منشأة عمومية وطنية تقوم بجمع الزكاة وصرفها وما إلى ذلك، وإنما هناك أداء الزكاة على مستوى الأفراد، وبعض خبراء الزكاة وبعض الجمعيات يقولون بأنه فيه أموال كثيرة زكوية لو نظمت واستثمرت وأحكم جمعها وأحكم صرفها هذا سيكون فيه عون كبير وخير عظيم لملفات المجتمع على مستوى التنمية، على مستوى الحاجة الاقتصادية، على مستوى العنوسة ومواجهتها، على مستوى الصحة، وعلى مستويات كثيرة جعلت الزكاة تصرف من أجل هذه الحاجات وهذه المجالات. في تليفون الآن، تفضل. السلام عليكم. السيد عامر من قبلي، مرحبا بك يا سيد عامر. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك لك سيد الشيخ، بارك الله فيك خوي. عندي ثلاثة أسئلة سيد الشيخ. تفضل. السؤال الأول. تفضل. قال الله تعالى في سورة التوبة الآية 40: لا تحزن إن الله معنا. نعم. وقال في الآية 62 من الشعراء قال تعالى. إيه أسمعك. في سورة الشعراء الآية 62 قال الله تعالى قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. إيه نعم. يعني نلاحظ أن في الآية الأولى تقدمت الربوبية عن المعية. إيه. وفي الآية الثانية تقدمت المعية عن الربوبية. إيه. نحب نعرف الحكم الإلهي من الوضعية هذه. السؤال الثاني. أي نعم. تكمن الروح في جسد الإنسان إلى سن التكليف ثم تتحول إلى نفس، فعند الوفاة تقبض النفس وليست الروح، هل من تصحيح هذا القول؟ أعد السؤال، فيه صوت غير واضح، ماذا قلت؟ السؤال الثاني، تكمن الروح في جسد الإنسان إلى سن التكليف ثم تتحول إلى نفس. متى تتحول إلى نفس؟ عند التكليف. تكمن الروح في جسد الإنسان إلى سن التكليف، هذا السؤال الثاني، ثم تتحول إلى النفس. بعد التكليف تتحول الروح إلى النفس. نعم. عند الوفاة تقبض النفس وليست الروح، هل من تصحيح هذا القول؟ طيب والسؤال الثالث. السؤال الثالث، سورة المجادلة عدد آياتها 22 آية. أي. ذكرت اسم الله فيها، في كل آية ذكرت اسم الله. أي نعم. ما هو الحكم الإلهي في هذا؟ ما هو حكم الحكم الإلهية؟ طيب. بين سورة المجادلة كل آية فيها 22
في كل. طيب شكرا على هذه الأسئلة ونجيبك إن شاء الله تعالى. في اتصال ثاني؟ طيب مازال. قلنا إذن فكرة الوقف وفكرة الزكاة فكرة جميلة في الإسلام، وهي حكم شرعي، وهي مصلحة إنسانية وفطرة إنسانية، ونحن نسعى إلى أن تكون هذه الأحكام في إطارها النظامي المؤسسي الذي ينفي عنها الارتجال والفوضى، والذي يضمن لها الجدوى والديمومة والاتساع والعموم، وهذا الذي ندعو إليه دوما. وفي كل العالم هناك أنظمة للوقف والأحباس، هناك أنظمة للزكاة والصدقات، هناك أنظمة للأعمال الخيرية، وبلادنا أحوج ما تكون إلى هذه الأنظمة الوطنية العادلة التي هي تتبع الدولة وتنشأ من رغبة الشعب وإرادة الشعب، وكذلك يحددها العلماء والخبراء في إطار وطني، في إطار استثماري. الأوقاف أبعادها استثمارية تنموية، الزكاة كذلك هي أساسها عبادة وقربة، ولكن وعاءها وأثرها اقتصادي وتنموي، وهذا يجمع بين البعد الديني والبعد الاقتصادي. البعد الديني من جهة تحفيز الناس على فعل الخير، على وقف الأموال، على إخراج الزكاة، والبعد الاقتصادي من جهة النظر في التمويل والتنمية والاستثمار وتعظيم الآثار الاقتصادية للأوقاف والزكاة وسائر التبرعات. فنحن إذا ننظر، ونحن مسلمون والحمد لله، ننظر إلى الجمع بين البعد الديني الإيماني المحفز والبعد الاقتصادي التنموي المأمول والقائم الذي سينتج الخير في الأمة وفي الشعب، وسيخفف كما ذكرنا أعباء الدولة وأعباء المجتمع. فللأسف الشديد قدم مشروع الوقف في تونس سنة 2012 أو 2013، وبقينا نشتغل عليه أكثر من سنة، خبراء في القانون وفي الشريعة وفي الإدارة بالتنسيق مع الوزارات كما ذكرنا، برؤية فلسفية ثورية وطنية دستورية، ولكنه معطل إلى حد الآن. والدعوة قائمة من هذا المنبر، وكما دعا الشيخ الهاشم وغيره من العلماء والمفكرين وأهل الرأي، دعوا وندعو إلى إحياء هذه الأوقاف وإعادتها إلى تونس، لأنها من حق هذا الشعب التونسي واستحقاق من استحقاقات الثورة. وهذه الأوقاف والزكاة سيكون لها خير عظيم في بلادنا. في اتصال؟ انقطع. طيب فيها نكمل فقط بقية ما يتعلق بالتبرعات والعمل الخيري، ثم لنجيب عن بعض الأسئلة الجزئية التي وردت للبرنامج. ما يعرف بمأسسة العمل الخيري والتبرعات؟ العمل الخيري مثل ما قلنا يخضع للمؤسسة، أي أن يكون في إطار مؤسسة، وهذه المؤسسة ستكون مؤسسة علمية وتعمل بالمعايير الحديثة وبالإدارة وبالتسيير الحديث، وهذا يعطيها بعدا عظيما في التطور، في المراجعة، في المحاسبة، في الحوكمة. والجمعيات الخيرية وهي شكل من أشكال العمل الخيري، جمعيات مدنية تخضع لقانون وتحت إشراف الدولة وبإرادة الشعب وبأعمال مدنية خيرية كثيرة. وبلادنا شهدت ما شاء الله من الجمعيات بعد الثورة. هذه الجمعيات وهذا النسيج الجمعياتي المتعدد والمتنوع، في جمعيات علمية، جمعيات خيرية، جمعيات رياضية، جمعيات ثقافية، جمعيات إغاثية، هذه الجمعيات بأنواعها إنما تمثل ضربا مهما جدا من حراك المجتمع والإرادة الحرة للمتبرعين والمتطوعين. والمجموع في الجمعيات في الحقيقة واجب على الدولة أن تحيي هذه الجمعيات وعلى المواطنين وعلى الأفراد. يمكن بالنسبة لشخص أن يكون انتمائه لهذه الجمعية أو ذاك أمرا مندوبا مستحبا، لكن النظم الجمعيات عموما إنما يرتقي إلى الوجوب باعتباره حقا دستوريا ومستحقا ثوريا وضرورة وطنية في أهداف هذا النسيج الجمعياتي. في اتصال متصل، السيد أسامة من جابس، تفضل سيد أسامة. عسلامة يا شيخ، مرحبا بك، إن شاء الله ربي يبارك لكم على البرنامج القيم. يبارك فيك. والبرنامج اسمه فتاوى، والحقيقة الأمر احنا رانا في حيرة من كثرة الفتاوى وتدخلها. نعم، عندي زو سؤالات في الموضوع هذا باختصار. السؤال الأول هو فيما يخص زكاة الفطر، وأنت تحكي شيخ على الزكاة. إيه نعم. زكاة الفطر فما اللي يقولون راهو الزكاة ما تجوزش مالا، واللي يعطيه زكاة مالا في السابق راهو عبارة ما أعطاش زكاة. إيه نعم. الزكاة تعطى كالأكل، وقالونا معناها ما فما حتى حديث يدل على أن الزكاة تعطى مالا زكاة الفطر.
نحبوا يا شيخ تنورنا في الموضوع هذا يا ربي يبارك لك. نعم. وبالنسبة للسؤال الثاني فيما يخص مصرف المصارف الإسلامية باش ما نسموش المصارف في تونس، معناها برشا قلنا رأي المصارف هذه ولي توبك تاري منزل، معناها مانيش عايش مانيش مالك منزل. نعم. نحب نبني، لكن عندي 6 سنين في ضيق بصراحة. نعم. لكن ما نجمتش ناخذ قرض من بنك الزيتونة والبركة، لأن برشا قلنا راهو حتى هي حرام، هي تبيع ما لا تملك. ماذا بينا تنورنا شيخ في الموضوع، وربي يبارك لك إن شاء الله وبارك الله فيكم. شكرا على هذه الأسئلة الأخ أسامة من جابس. قضية نجيب مدام سأل على زكاة الفطر والموضوع مطروح كل سنة ونحن نعيد الحديث فيه، وزكاة الفطر استقرت في الأمة وفي المعرفة على أنها إخراج حق الفقير والمحتاج بعنوان الصوم من القادر عليه، من الذي يقدر على هذه الزكاة والذي يستطيع إخراجها، وبعضهم قال حتى الذي لا يستطيع له أن يعطي ثم يعوض. المهم أن إخراج زكاة الفطر استقرت في الأمة والمعرفة والعمل والإجماع والنصوص ومعاني النصوص على أن تعطى عينا أو قيمة. هذا الأمر استقر في الأمة، هو بالنص وبمعنى النص وبالعمل وبالإجماع وبالمصلحة والمقاصد. النص جاء النص بمعنى أغنوهم عن السؤال، والنص تضمن هذه المخرجات في زكاة الفطر بناء على معنى هذا النص، وليس فقط بناء على المبنى والشكل والحرف، وليس له علاقة بالمعنى وليس له علاقة بالمقصود وليس له علاقة بالغالب في البلد وليس له علاقة بمصلحة الفقير وليس له علاقة بالحاجة إلى تلك الزكاة. فهناك النص وهناك معنى النص، وهذا الذي تحدث عنه العلماء في الاقتيات والادخار، في الإطعام، في الإشباع، في الإغناء كما جاء في الحديث أغنوهم، وأيضا فيما يتعلق بمقصود هذه الزكاة الذي هو إغناؤه كما ذكرنا، إغناؤه عن الحاجة يوم العيد، وحاجته هي متنوعة، حاجة للغذاء وحاجة لللباس وحاجة مختلفة بحسب أصحابها. فالإغناء إذن يشمل كل ما يتحقق بهذا الإغناء، والإشباع يتحقق انطلاقا من ما يؤدي إلى سد حاجة وضرورة وتحسين هذا الفقير الذي أخذ هذه الزكاة. إذن الحديث عن أن إخراج زكاة الفطر مالا أو قيمة ليس صحيحا، هذا كلام غير صحيح، ليس له أدلته. إذا أخذناه بمعزل عن العين، يعني بمعزل العين، فالأمر بالعين والقيمة، الذي ينكر المال ينكر القيمة، هذا منكر لشطر الدين ومنكر لشطر الفتوى. والفتوى استقرت أيضا في العالم الإسلامي وعبر التاريخ على أن زكاة الفطر يخرجها الصائم قيمة، وأول ما بدأ في بداية القرن الثاني، وقبل ذلك هناك يعني شواهد وروايات وآثار مؤداها ومفادها جواز إخراج زكاة الفطر قيمة كجوازها عينا، والحكم يتردد بين العين يعني الأصل وبين القيمة التي هي ما هو يقابل هذا العين أو البديل أو البدل. أما الذي يقول بخلاف هذا فهو مخالف للإجماع العام، ومخالف لعمل الأمة، ومخالف للنصوص ومعانيها، إذا اقتصر على زكاة الفطر تخرج عينا لا قيمة. الجمع بين العين والقيمة هذا هو المسار في هذه الأمة وفي المعرفة وفي النصوص والأدلة والإجماع والعمل والمصلحة والحاجة والضرورة والتحسين كما تقر ذلك في كتب الفقه. بالنسبة إلى، ولذلك قال العلماء بأن تراوح زكاة الفطر بين العين والقيمة يتحدد بناء على المصلحة، فبعض الفقراء مصلحتهم أن يعطوا عينا لحاجتهم إلى العين، إلى التمر وإلى الشعير، وبعضهم مصلحتهم في القيمة، فإذا أعطيته تمرا أو شعيرا أو رزا مثلا لما تحققت مصلحته، وبعضهم يأخذها بقيمة بمال معين بمبلغ ثم يبيعها بأقل من ذلك فيحصل له أقل مما يستحق في زكاة الفطر. فمدار تراوح زكاة الفطر بين العين والقيمة، المدار في ذلك هو اعتبار المصلحة، مصلحة الفقير، مصلحة الذي يأخذ هذه الزكاة، وهذه المصلحة يقدرها العلماء ويقدرها الخبراء ويقدرها المفتون، وبناء على الأعراف والإحصائيات والمآلات.
هذا بالنسبة إلى سؤالك في زكاة الفطر، ونرجو من الإخوة أن يوسعوا مداركهم في هذه الآراء الفقهية الواسعة الفسيحة التي هي صحيحة في الدين وفي الفقه والاجتهاد، وهي كذلك بمصالحها وبخيرها. أما أن نقتصر على قول واحد فهذا قصر للفتوى في مجال دون مجاليها أو مجالاتها. في اتصال الأخ سامي من سكرة، تفضل يا سي سامي. السلام عليكم. عسلام الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اللي هي زوج حاجات تحب نسأل عليهم. تفضل سيدي. فضلك. الحاجة الأولى الإفطار، هل ننتظر حتى لين يشاهد ولا معناها يكفي أن يقول الله أكبر معناها يكون كافي باش معناها ندخله في الإفطار؟ هذه الحاجة. نعم. الحاجة الثانية في الاستمساك. الشيخ ثم الراش كون نعرف يقول لك يصلي الصبح وبعد يروح للدار يتصحر ويستمسك. شنو الحكاية هذه؟ يقولوا الفجر الكاذب أو ما شابه ذلك، ما نعرفهاش. يعني حبيت نسأل. روى الدين يؤخذ من الأدلة ومن أفواه العلماء المحققين، ولا يؤخذ من ممارسات الناس وسلوكيات بعض الأفراد. هذا اللي صلى الصبح في الجامعة ومش عاود ياكله، يعني هذا لا يؤخذ منه لا حكم ولا دين، هذا مسألة فردية تتعلق به هو. نعم. لكن ثم شكون يعطي تأكيد يقول لك أنها صحيحة؟ لا ما احنا قلنا الحكم الشرعي يؤخذ، يحكي هكا يعني قلت مش الحكم شخص عادي. الحكم الشرعي يؤخذ من القرآن والسنة، القرآن ويؤخذ من كلام العلماء الموثقين الصادقين المؤهلين للتفسير والفتوى والبيان. واضح يا شيخ. على كل حال بكل لطف بيني الإفطار والاستمساك. الإفطار سؤالك الأول، الإفطار يحصل بدخول الوقت، ووقت المغرب يحصل بالتكبير. عندما يقول الله أكبر الله أكبر فقد دخل وقت المغرب. واضح. في هذه اللحظات انتهى النهار ودخل الليل وجاز الأكل والشرب، مفهوم؟ واضح. وتعجيل الفطر من السنة. من السنة مفهوم. لكن يقع التأكد، يعني الأذان ربما يكون أذان بلاد أخرى، أذان في الجوال في البورتابل يعني في الهاتف المحمول مسجلين، وربما يكون المهم يتأكد إذا كان الأذان هذا هو أذان بلدته أذان مكانه، فبمجرد التكبير يدخل الليل يدخل الغروب ويحل الإفطار ويستحب تعجيله. مفهوم. أما بالنسبة إلى الإمساك، الإمساك هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع ونحوه، وهو يحصل وهو يجب عند دخول الفجر. فدخول الفجر الصادق هو وقت يحل فيه تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل والشرب والجماع، ويجب فيه الصوم لمن هو مكلف بالصوم. ولذلك الإمساك الآن محدد بالرزنامة واليومية التي هي رزنامة رسمية من مؤسسات الدولة، من الرصد الجوي، من دواوين الإفتاء، من مؤسسات معنية بذلك، فهي التي تحدد اللحظة التي فيها يدخل الفجر بناء على الرصد الفلكي وعلى الدراسات العلمية وعلى المشاهدات وما إلى ذلك. ونحن لسنا معنيين الآن باش نخرجوا للجبل ونمشوا لفوق العمارات والمساكن ونشوفوا الفجر ومش فجر. هذا ممكن واحد يعتني به فضولا أو استئناسا برأي أو بحثا علميا خاصا في جامعة أو في كلية. أما فيما يتعلق بصوم المسلمين وصوم المواطنين في دولة، فالدولة لها مؤسساتها، وهذه المؤسسات معتبرة وهي محكمة، ويصار إليها في اعتماد لحظة الإفطار واعتماد لحظة الإمساك. وإذا واحد عنده ملاحظة ولا عنده استدراك ممكن يقدمه في إطار بحث علمي، في إطار استشارة، في إطار اقتراح، مش يقترح على الناس يقول لهم هذا خطأ وهذه أوقات غير صحيحة ويحدث الخلل والاضطراب بين الناس. هذا غير جائز أن يحدث الإنسان الخلل والاضطراب. إذن واضح الأمور، ونحسب أن أمورنا طيبة الحمد لله في الإمساك وفي الإفطار. واضح سي سامي؟ بارك الله فيك. الله يباركك. إذن بقي بعض الوقت نجيب عن سؤال الأخ أسامة من جابس، في سؤال ثاني لم نجيب عنه ما يتعلق ببيع ما لا يملك الإنسان، في الحديث المعروف حديث حكيم ابن حزام لا تبيع ما ليس عندك. وهذا الحديث لو علاقته
ببعض أنواع البيوع الآن، مثل خاصة بيع المرابحة للآمر بالشراء، ويسأل عن هذه المعاملة في مؤسساتها وفي بنوكها. نحن في المنهج في هذا الإفتاء نجيب جوابا عاما، ولا يمكننا أن نجيب جوابا متعلقا بمؤسسة بعينها أو بشخص أو بوضعية خاصة، لنتجنب التشخيص ولكي لا نقع في ما قد نقع فيه مما لا يجوز في البرامج العامة وفي الفتاوى العامة، وإنما نتحدث عن المسألة في عمومها وفي نظرها وفي موضوعها. بيع المرابحة للآمر بالشراء، هذا البيع جائز بشروطه التي نص عليها الفقهاء. هذا البيع إنما هو من شخص ليس له مال، ذهب إلى بنك له مال فطلب منه أن يشتري له عقارا، فالبنك يشتري هذا العقار ثم يبيعه إلى العميل أو الزبون أو الذي طلب هذا الشراء بثمن معين يتفق عليه بشروط معروفة، العلم بالثمن والعلم بالزمن وعدم الغرر وعدم الغبن وحيازة هذا المشترى وقبضه والقدرة على تسليمه، مع تفصيلات ذكر العلماء في القبض وفي الحيازة، هل هو قبض حكمي أو قبض حقيقي. المهم أن العلماء انقسموا بين قولين كبيرين في هذا القبض وفي هذا في هذه الحيازة، منهم من قال بالقبض الحقيقي الحسي، ومنهم من قال بالقبض الحكمي الذي هو قبض يقدر فيه الإنسان على أن يتصرف في عقاره متى شاء وإن لم يكن هذا المشترى أو هذا العقار بين يديه. العموم في هذه المسألة، وإن كان فيها تفاصيل كثيرة في الجانب الفقهي وأيضا في الجانب العملي الأدائي، المهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا قامت على هذا الأساس، على طلب وشراء وثمن معلوم ومشاركة في الربح والخسارة، وقام كذلك على الضمان وعلى الأمانة وعدم الغش وعدم الغرر وعدم التدليس، وليس هناك زيادة مال نظيرة الزمن بناء على سلفة أو على قرض، وإنما بناء على إنتاج وعلى تجارة وعلى ضمان وعلى حركة في السوق وما إلى ذلك، فإذا أقيم هذا النوع من البيع على هذه الأسس والضوابط فلا حرج فيه. بقي فيه إشكالات تفصيلية وجزئيات معينة في مؤسسات معينة أو في معاملات مخصوصة، هذا كله ينظر فيه بحسبه وفي ضوء تفاصيله من جهة الإفتاء، من جهة المفتي، من جهة المؤسسة الإفتائية، من جهة العالم الذي يتصدى للفتوى في هذه المسألة، عندئذ يبحث التفاصيل وينظر في الملابسات كلها ويعطي الفتوى المناسبة لمن سأل عنها. أما حديثنا في هذا البرنامج عموما فلا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس بين يديك، أو لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، يعني المقصود الأعظم في هذا لا تبع ما لا تقدر على تسليمه، ما يفوت منفعة من أراد أو من اشتراه، الذي يتضرر بعدم أخذ ما أخذه ما اشتراه بسبب عدم القدرة على تسليمه إياه. وهذا الحديث بسط فيه القول من جهة الرواية ومن جهة الدراية، وفيه فقه حديث ماتع مفصل ومدقق، والإخوة العلماء يدركون هذا والمتعلمون يمكنهم أن يدركوا هذا. المهم أننا تكلمنا عن هذه المسألة كلاما فقهيا نظريا عاما، ولا نتكلم عن هذه المسألة من جهة الإفتاء الخاص في عقد معين أو معاملة خاصة أو شخص محدد أو مؤسسة بعينها، هذا موضعه موضع الاتصال المباشر والجواب المباشر بناء على التفاصيل وعلى الحالات الخاصة وما إلى ذلك. إذن أختم في هذا البرنامج ما يتعلق بالمقدمة التي ابتدأناها، وسنجيب فيما بقي من وقت عن بعض الأسئلة الجزئية. فيه أيضا سؤال سابق يتعلق بصلة الرحم، وسؤال يتعلق بذكر هذا كثيرا، من يصوم رمضان ولا يصلي الصلوات الخمس، الذين يصلون في رمضان فقط ويصومون رمضان، أو الذين يصومون رمضان ولا يصلون، يعني لا يصلون لا في رمضان ولا في غير رمضان، يسألون عن حكم صوم هؤلاء، هل صومهم صحيح أم غير صحيح؟ وهذا السؤال أجبنا عنه كثيرا في سنوات خلت، ونجيب عنه دوما، ونذكر ونقول بأن الذي يصوم رمضان عليه أن يصلي صلواته،
فالأصل أن يصلي وأن يصوم، لأن الصلاة ركن الإسلام والصيام ركن الإسلام، هذا ركن ثاني والآخر ركن ثالث، والشهادة والتوحيد الركن الأول. والإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالأصل والحق والدين أن يجمع الإنسان بين صومه رمضان وأدائه الصلاة الخمس. لكنه في ناس يعني لا يصلون الصلوات الخمس، أو يصلونها فقط في رمضان مع ذلك يصومون، هل صومهم صحيح أو باطل؟ نقول هؤلاء صومهم صحيح، لكنهم تركوا الركن العظيم في الدين، وسيسألون عن هذا وسيحاسبون أمام الله سبحانه وتعالى على عن تركهم الصلاة، وأيضا سيفوتون مصالح صلواتهم مع صيامهم، لأن الصائم الذي يصلي يستفيد من صومه أكثر من الصائم الذي لا يصلي. كيف ذلك؟ الذي يصلي ويصوم يمشي إلى المسجد ويحضر الدرس ويحرص على أن يكون صومه صحيحا أو صومه صوما كاملا. لماذا؟ بسبب الدرس والإرشاد الديني، وبسبب أنه يجلس مع المصلين وأنه يخالطهم وأنه يحمل على الأفضل في الفعل والتمثل والفقه والعمل. أما الذي يصوم رمضان ولا يصلي فهو لا يذهب إلى المساجد ولا يخالط المصلين ولا يحضر الجمعات ولا يسمع الدروس، وهذا قد يؤدي إلى ضعف صومه أو إلى بطلان صومه. وهناك الكثير من الإخوة الصائمين الذين يصومون عن الأكل والشرب فقط، ولا يصومون مثلا عن العلاقة بين الزوجين، يظنون أن العلاقة بين الزوجين في نهار رمضان جائزة ومباحة، لكنها مبطلة للصوم ومفسدة له. بعضهم عرف هذا عندما ذهب إلى الجمعة وعندما سمع الإمام يتحدث عن الممنوعات في رمضان. الذي يصوم رمضان ويصلي سيجمع بين ركنين أولا، وسيعمل على تحسين أداء هذين الركنين من جهة العلم بأحكام هذين الركنين وتحقيق مقاصدهما وآثارهما في المجتمع. نقول للإخوة الذين يصومون رمضان ولا يصلون، أو يصلون في رمضان فقط، نقول لهم نصيحتنا ودعوتنا إليكم جميعا بأن تصلوا كما تصومون. الذي فرض الصيام فرض الصلاة، الذي نهى عن المعصية بترك الصلاة نهى عن المعصية بترك الصيام. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، وكما جاء في الحديث: فإن صلحت صلح سائر عمله، أو في الأثر: وإن فسد فسد سائر عمله. ربنا سبحانه وتعالى توعد الذين يتركون صلواتهم في الدنيا، قال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الصلاة أحبابنا الأعزاء هي ركن الدين، هي صلة الإنسان بربه، هي مناجاة الإنسان بربه سبحانه وتعالى، مناجاته لله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دعوتي ونصيحتي وأملي في إخواني وأخواتي الذين بدأوا الصلاة في هذا الشهر ودخلوا المساجد وحضروا الجمعات، دعوتي لهم أن يكملوا هذا العمل الصالح وأن يواصلوا في جماعتهم داخل المساجد وأدائهم لصلواتهم في بيوتهم وفي أماكن وجودهم، من أجل أن يجمعوا بين الخيرين والمصلحتين، لا أن يقتصروا على الصوم دون الصلاة، وقد يكون هذا مبطلا لعمل الصيام ومبطلا للصلاة التي لم تفعل أصلا، ربما لسبب علمي، سبب شرعي يتعلق بالنية، يتعلق بحسن الأداء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أما كم بقي وقت سيد المخرج؟ إذن يقول السيد المخرج: ما زالوا دقيقتان. دقيقتان بالنسبة إلى بقية الأسئلة، منهم سؤالات الأسئلة الأخ عامر من قبل لي، أسئلة طويلة قيمة فيها جانب من التفصيل والإسهاب في البيان، نؤجل ذلك إلى حلقات أخرى. وهناك سؤال يتعلق بصلة الرحم سنجيب عنه إن شاء الله تعالى في ختام هذه الحصة. وافعلوا الخير لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آيات كريمات ابتدأنا بها حديثنا عن التبرعات وعن العمل الخيري، وكنت توقفت عند ما ذكره الإمام ابن عاشور معددا مقاصد التبرعات، حيث قال: إن هذه المقاصد
التكثير منها والترغيب فيها، صدورها عن طيب خاطر وعن طيب نفس حتى لا يتأذى المتبرع. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. والمقصد الثالث التوسع في وسائل انعقادها حسب رغبة المتبرعين. أما المقصد الرابع أن لا يجعل التبرع ذريعة إلى إضاعة مال الغير كالدائن والوارث. هذه التبرعات المشاهدين الكرام إنما هي خصلة في الأمة عظيمة وحكم في الدين متين، وهي مما يدخر للمتبرع في حياته وفي خاتمة عمره وفي دخوله قبره وفي برزخه وفي قيامه من محشره ومنشره وفي وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ومن الكلمات التي يتمناها ويرددها من ابتلي بسكرات الموت في آخر عمره كما جاء ذلك في قوله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. هذه الكلمة التي يقولها من يصارع ويواجه سكرات الموت يقول فأصدق، أي فأقدم صدقة، فأقدم عطاء، فأقدم خدمة، فأقدم نصيحة، فأصدق أن أقدم تبرعا يكون لي يوم القيامة شفيعا لي يوم القيامة قائدا لي يوم القيامة، وهو رحمة وخير وتسلية عند سكرات الموت. بادروا المشاهدين الكرام بالأعمال الصالحة، لا تترددوا في إنفاق ما بالمال أو البدني، الخدمة أو الجهد أو بالنصيحة أو بالإصلاح بين الناس. كل ما تعطونه من خير إنما هو مدخر لكم، وينطبق عليه معنى الإنفاق مما رزق الإنسان ومما رزقناه منفقون. شكر الله حسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة حسن الفهم وصحة العمل ودوام المعروف وتكثير العطاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وأن يرضى عنا وأن يجعلنا من أهل الجنان ومن أهل الرضوان. اللهم متعنا بجنانك ورضوانك، اللهم أسكننا الفردوس الأعلى بجوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وبارك في المشاهدين جميعا. اللهم قدر لهذه البلاد خيرها ومعروفها ودوام عطائها ودوام أمنها واستقرارها واستثمارها، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا وشعبنا وأمتنا من كل مكروه وسوء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وارحمنا رحمة طيبة مباركة، ونجح أبناءنا وبناتنا، وأصلح لنا في علمائنا وحكامنا وشعوبنا، إنك على كل شيء قدير. وبارك ربنا فيما قدمنا، واجعل ذلك أجرا عظيما وجزاء جزيلا وقبولا تاما يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم على حبيبي وشفيعي، على حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى مرسوم ديني في دين الإسلام، يصدره علماء شريعة في الخاص والعام، حسب أدلة شرعية من القرآن والسنة النبوية.